طيب قال الآية تفسير الآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. في أقوال عند العلماء منها قل إن كان للرحمن ولد يعني كما تعتقدون أنتم أيها المشركون، خطاب لمشركي العرب لأنه يعتقدوا أن لله ولد. الكلام لهم قل إن كان للرحمن ولد، لو كان لولد فأنا أول العابدين، يعني العابدين لله على ذلك. أنا برضو بعبد ربنا سبحانه وتعالى، ودع على الاشتراط. وما معنى الشرط صحيح؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لو أردنا أن نتخذ ولدا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، إن كنا فاعلين. وده ما معنى أنه للرحمن ولد، لا، ربنا ليس له ولد، لأنه ربنا قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس للرحمن ولد، لكن لو كان له ولد فأنا أول العابدين، أي أعبد الله تعالى مخلصا له الدين على ذلك.